المتابعين ومتابعات قناة مريم غزال، كيداير غزلان ديالي؟ نتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال. وانا عدت اليكم من جديد بواحد الوصفة هي اليوم مختلفة. اليوم الناس ما غاديش نهضروا على الوصفات الطبيعية، لا، اليوم جيت لكم بواحد الوصفة اللي شحال هذه ما بقيت درت لكم بحالها. ما بقيت درت لكم، حطيت لكم لا ماكله، ما بقيت حطيت لكم لا حلوه، ما بقيت حطيت لكم حتى حاجه، بقيت غير في الوصفات. اليوم جيتي باش ندير لكم واحد الوصفه ديال القرص او القراشل، كل واحد شنو كيقول لهم. واحد الوصفه اللي هي غزاله، هاد القرشات اللي غادي يجيو نقدروا نديروهم في الكوتي الدراري الا جو عندنا ضياف، ولا نقدروا نحطوهم نصوبوهم ونحطوهم، يعني كتعرفوا وقيته الكوتي ملي تبغوا تاكلوا ولا هكا بعدا كتكون عندكم شي حاجه في الدار. انا من داك النوع اللي ما كنبغيش اكثر نشري الحلوى ولا الكرواسه ولا داكشي ديال الزنقه، كنفضل نصوب انا، خصوصا ملي كيكون عندي الوقت. راكم عارفين مع ماسين بعد فترة الوقت ما كيكونش، ولكن كنحاول ما امكن انني نحاول نصوب شي حاجه ديال الدار ونخليها عندي. لهذا اليوم جيت باش نوريكم طريقه العمل القرص ديالي، طريقه سهله البنات. خليكم معايا باش تشوفوا اي مرحله غادي نديرها وتبان لكم باش يجيكم طريقه سهله. ايوا يلا معايا غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه انا غادي نديرو في العجانه، بغيتو ديروا في العجانه ديرو، بغيتو ديروا في تجنو بيديكم عجنو. غادي ناخذ واحد 500 غرام ديال الطحين الابيض، 500 غرام غناخذو واحد 3 حتى 4 المعالق ديال السكر، السكر حسب الرغبه وحسب الذوق. انا عندي 3 المعالق هنا. غناخذو بيضه واحده، غناخذو معلقه كبيره ديال الزبده او معلقه كبيره ديال مانغالين اللي عندكم. المهم البنات غديروا واحد شويه ديال الملح، انا كنعتذر انا راني درتو ولكن نسيت ما صورتوش لكم، غير واحد شويه ديال الملح. كنستعملوا البنات معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز الا عندكم، ما عندكمش خميره الخبز استعملوا خميره اللي كتكون حبيبات بحال هكا، استعملوا جوجات. كما عارفين خميره ديال الخبز كتكون مجهده على هذه. من بعد البنات كنديروا 3 المعالق ديال السمسم او الجنجلان، انا ما عنديش بزاف يعني غادي ندير غير وحده اي واحد شويه ونخلي الاخر باش نزوق به. للاسف الشديد ما بقاش عندي، كنسحبو باقي ولكن ما بقاش. من بعد كنديروا النافع البنات، او كل اللي كيقول له سميتو الشمر، كاين اللي كيقول له عاوتاني ما عرفت كاين عاوتاني كل واحد شنو كيقول ليه. المهم انا عندي هذا البلدي وعندي هذا الرومي، غادي ندير البلدي غير معلقه واحده. الا عندكم حتى حبه حلاوه حتى هي تقدروا ديروا منها معلقه، ما كانتش عندكم اكتفوا بهذا الشيء اللي كاين. من بعد البنات كديروا الا عندكم الروح ديال الفاني كتستعملوا معلقه كبيره، ولا ما عندكمش روحه الفاني يمكن لكم تستعملوا، يمكن تستعملوا جوج ديال ساشي ديال الفاني. انا غنستعمل هذه، غادي نستعمل جوج منهم حقاش هذه صغيره. البنات غادي ناخذوا 250 مليلتر ديال الحليب دافي. اول حاجه انا خديت دابا غير كاس، كوبيت غير واحد شويه، غتبقاو تكبوا بشويه بشويه الحليب البنات حتى تجمع لكم العجينه ديالتكم. الا شفتوا بلي العجينه مازال خاصها الحليب ماشي مشكل، تقدروا تزيدوا عاوتاني الحليب بشويه بشويه. المهم انا غادي نحطو في العجانه ومن ديك الساعه نرجع معاكم. البنات انا درت هذيك 250 مليلتر ديال الحليب كامله،
ولكن بقى مازال العجينه عندي شويه كتشرب، يعني الطحين كيشرب، خاصني نزيد دابا غير واحد شويه. ردوا البال البنات، العجينه خاصها ما تكونش قاصحه، وخاصها وما خاصهاش تكون كتلصق بزاف، خاصها تكون كتلصق ولكن ماشي بزاف، تكون بين وبين. راكم عارفين الطريقه ديال العجينه ديال القرص، خاصها تكون كتلصق ولكن ما تكونش كتلصق بزاف وما تكونش قاصحه. من بعد غادي نوريكم، غادي نزيد هذا الحليب واحد شويه، ما غنزيدش هذا كامل، غنكب شويه بشويه حتى نحصل على العجينه كما انا بغيتها. المهم الغزلان ديالي العجينه كتكون بحال هكا كما قلت لكم قبيله. الا بان لكم نتوما العجينه هذيك 250 غرام ديال الحليب بانت لكم هي هذيك بالنسبه للعجينه ديالتكم، فما تزيدوا حتى حاجه. ولا شفتوا بلي انكم جريتوا العجينه، فيمكن لكم تزيدوا غير واحد رشه خفيفه ديال الطحين باش تجمعوا. خاصها تكون كتلصق بحال هكا شفتوا، ولكن في نفس الوقت ما تلصقش بزاف، خاصها تكون خفيفه بعد شويه. دابا غنشدها وغادي نحطها في شي حاجه، غادي نحطها هنا البنات ونخليها حتى تخمر على خاطرها، يعني الحجم ديالها غادي يتضاعف. انتما العجينه كتكون بحال هكا شفتوها، خصها تكون رطبه، يعني واخا كتلصق ما كتبقاش تلصق لكم. انا غير كنوريكم بحلقي باش تعرفوا طريقه العجينه. صافي، غادي نخليوها بحال هكا بما نمشيو نقضيو الشغل حتى يتضاعف الحجم ديالها، وديك الساعه نرجع انا وياكم. حاجه اللي ضروريه البنات خاصني نقولها لكم، مني العجينه ديالتنا يعني ديال القرص كتخمر، مني كتخمر ما كندلكوهاش البنات، ما كنخرجوش منها داك الهواء كما كنديروا في الخبز ولا في شي حاجه، لا كتحاولوا بشويه بشويه تقطعوا خبيزات صغيورين الحجم اللي بغيتو، وهذيك الساعه غادي نوريكم الشكل كيفاش غنديروا. اما باش تخرجوا الهواء من العجينه وتعاود تدلكوا فيها، لا ما كدلكوهاش، كتبقى هي هي، حيت هذا هو السر باش ان القرص ديالنا كيطلع لينا. دابا غادي نشوف القرص ديالنا البنات واش خمر ولا مازال، وفي نفس الوقت غادي نوجد اللاطه اللي غتدخل الفران. بالنسبه للفران غادي تشعلوها البنات على 180 درجه وما غاديش تبدلوه، غتخليوه هكاك على 180 درجه حتى يبان لكم سخن ودخلوه. بالنسبه للفران ديال الضو البنات، يعني فران ديال الضو غتشعلوه مليه من الفوق ومن التحت. شنو غندير؟ غادي نمشي نوجد اللاطه وديك الساعه انا معاكم. المهم الغزلان ديالي، اول حاجه غادي نوريكم القرص ديالنا، يعني ها هو الضعف، الحجم ديالو الضعف كما قلت لكم. دابا شنو غنديروا؟ غنخليه هنايا، غادي ناخذ واحد اللاطه اللي غتدخل الفران، من الاحسن ديروا واحد البابي ديال الحلوه، راه ما غاليش البنات، من الاحسن ديروا هذا غيجيكم احسن. غادي ناخذ واحد شويه الزويته البنات، الزويته عاديه يعني غير واحد شويه باش العجينه ما تلصقش هنا في الكف، يعني بحال هكا. غناخذ واحد شويه العجين، نكور واحد دائره، ثم الشكل اللي بغيتو انا غندير على بحال هكا. وغادي نحطوها هنايا، غنبسطوها البنات، نتوما كما كيبان لكم نحاول نوريكم، سمحوا لي حيت عندي الضيق كما عارفين، نقرب لكم هكا وتشوفوا. انتما بدات من بعد ما حطيناها نجيو هنايا وغنبسطوها بحال هكا، يعني الاصبع ديالنا
ودابا غنديزو نكملو عاوتاني، كنحاولوا ما امكن كما قلت لكم البنات الكروس ما كنحيدوش منه داك الهواء ديالو، بالعكس كنخليو يعني ملي كتجرو كتجرو غير بشويه باش ما يتفش. المهم البنات من بعد ما كملناهم دابا اش غادي ندير، غادي نغطيها ونخليها عاوتاني تخمر على خطر خطرها. دابا البنات غادي نطلق معكم من ورا ما القرص ديالنا يخمر على خاطر خاطرو، ما تزربوش خليوه السيد ناعس باش يخمر، يخمر لينا مقاد الا فيقتو كما عارفين غادي يخرج خاسر. انتو معايا؟ ايوا خليو السيد ناعس راقد، ما نفيقوه حتى يفيق على خاطر خاطرو، منين يخمر عنديك الساعه نجيو نفيقوه. ويلا نطلقوا من بعد. المهم غزلان ديالي من بعد ما القرص ديالنا خمر لي خمر لينا بحال هكا كما كيبان لكم، شنو غنديروا؟ انا خدرت صفر بيضه، نتوما بغيتو ديروا بيضه كامله ديروا بيضه كامله نتوما واللي حبيتو. غادي ندير القهوه، حتى القهوه على حسب الرغبه، لا بغيتو ديروا القهوه ديروها، ما بغيتوش ديروا القهوه ماشي بالضروره انكم ديروها، تقدروا ديروا في بلاصه القهوه شويه النكهه ديال الفاني الا بغيتو يعني روحت الفاني. غادي نديرو القليل بعض القطرات ديال الخل البنات، الخل راه زوين يعني هانتوما. وغادي نديرو معلقه ديال الحليب، ناخذ معلقه كبيره من الحليب. منين غتبغيو دهنوها البنات ما تورقوش بزاف على القرص، دوزو غير بالفوق باش ما تفشوش القرص ديالنا. غنخف بحال هكا. باش ما ينشفش ليا هذاك البيض غادي ندير شويه الزنجلان. كما قلت لكم انا ما بقاش عندي زنجلان بزاف، بقى عندي غير هادشي حيت لا خليتو حتى حتى كرم ما غاديش يبغي يلصق. غادي ندخلوه للفران، كما قلت لكم غندخلوه للفران على 180 درجه، يعني ديجا غنسخنوه على 180 درجه وكندخلوه على 180 درجه، ما كنزيدو لا في الفران في الحراره ما كنقصوها، كتكون شاعله من الفوق ومن التحت. كنخليوها البنات من 20 دقيقه حتى 25 دقيقه، ومن بعد صافي كنطفيو عليه، يعني ما كنفوتوش اكثر، الا فتنا اكثر غادي يجينا قاصح ولا غادي يتحرق لينا. مره مره ردوا البال، حاولوا ما تحلوش الفران اللي عندكم فران فيه غير الدجاجه، ردوا ليه البال غادي يبان لكم. ولا ما قدرتوش غير توصل 20 دقيقه طلعوا عليه وشوفوه، وعاد ديك الساعه غادي يبان لكم عينكم ميزانكم. دابا غنتلاقى معكم من بعد ما القرص ديالنا يطيب، وعاد ديك الساعه نوريكم كيفاش خرج لينا. مهم غزلان ديالي ها هو القرص ديالنا طاب، جا الشكل المنظر ديالو غزال غزال غزال. هانتوما كما كيبان لكم البنات منفوخ، انا باقي ما غاديش نقدر، يلا خرجتو من الفران باقي ما غاديش نقدر نوري لكم دابا حتى يبرد، نخليه حتى يبرد عاد ديك الساعه نحل لكم وحده ونوري لكم. وليكم هانتوما شوفوا الشكل ديالو كي كيجي هانتوما باقي سخون. المهم بعدا هانتوما من اللور كي كيجي حتى هو ما خصوش يكون ضروري طيب طيب حتى تحرقوه لا. المهم حتى من بعد نوريكم الشكل ديالو من الداخل.
الكروس ديالنا تقريبا راه برد. انا غادي نحل لكم وحده قدامكم شوفوها. ها نتوما البنات كي كيجي نتوما رطب، شفتو ملي كان معسو. انا غادي نحلوها ها نتوما كي كتجي كيجي رطب كي القطن هشيش. وصفه يعني سهله البنات المبتدئات، غير جربوه صراحه ما غاديش تندموا. المهم غزلان ديالي واحد الملاحظه نسيت ما وريتهاش لكم وما شاركتهاش معاكم صراحه، ساليت لا فيديو كلشي في الاخر قلت واو خاصني نوريهم هاد الجيلاتور. على حسب نتوما الاشخاص اللي كنتو 5 أو 6 الناس كديرهم 6 ولا 5 في لي ساشي، كل ساشيه كديري فيها عدد الاشخاص ديالكم نتوما وكتسديهم كتحطهم في الكونجيلاتور. مني كتبغيها شنو كديري الصباح بكري ملي يلاه كتفيقي كتخرجي هذيك الميكا لي ساشي اللي فيها القرص كتخليها ما كيلحق العشيه لوقيته الفطور حتى كتكون حيد من هذا الثلج ما كتبقاش قاصحه. شنو كديري انتيا كتشعلي الفران كتقرب وقت الفطور كتشعلي الفران كتخليه يسخن مزيان، ومني كيسخن كطفي الفران وكتشدي هذاك القرص ديالك وكتحطيه. يعني القرص كيسخن غير ديك الحراره، الفران كيكون طافي غير ديك الحراره. دغيا ردي ليه البال كيما غتخشيه غادي تخرجيه، ما كاملاش جوج دقائق 3 دقائق غتخرجيه غادي يبان لك مقرمل وهشيش بحال اللي يلاه شارياه من الحانوت. هاد الملاحظه البنات حاولوا ديروا بها وغادي تشوفوا باللي الكرز ديالكم غادي يدوم واحد المده اللي هي طويله. هادشي اللي كاين وهذه هي الفكره اللي نحب نشاركها معكم. يلا نخليكم. المهم ولادات ديالي الوصفه ديال اليوم راها سالات، كنتمنى ان القرص ينال الاعجاب ديالكم. جربوها البنات كما عارفين رمضان قريبا على الابواب، باقي لي واحد شويه ولكن راه قريب ما بقى لي والو غير غنضيع لكم دغيا. ها هو كاين يعني حتى هاد الوصفه كما عارفين في رمضان كنحطو حتى القرص نبغوا نفطروا به. هذه وصفه لغزاله وسهله وخاص بالمبتدئات، يعني اي وحده الا طبقاتها غادي تجيها زوينه. وتفكروني حاجه وحده، الاغلبيه ديال البنات كيقول لي ما كيوصلهمش الجديد ديالي. البنات منين دخلوا للقناه كاين واحد الجرس، هذاك الجرس حاولوا وركوا عليه وحيدوا صبعكم عاودوا وركوا عليه باش تجدوه من جديد. هذيك الساعه غادي يوصلكم اي جديد ديالي، غايقول لكم ترين 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 مريم كازي راه حطات فيديو، وهكذا تقدروا توصلوا بكاع الجديد وكاع الفيديوهات ديالي. وكما قلت لكم البنات غادي نحاول دابا رمضان قريب على الابواب غنحاول من دابا على اتساح مره مره نحط لكم شي حاجه زوينه مره مره نحط لحقاش رمضان كيبغي الشهيوات كيبغي شحال من حاجه اللي تكون زوينه. وهذا لهذا انا اول وصفه حطيت معكم اليوم هي هذه يعني ديال القرص. مهم غنقول لكم تهلاو في ريوسكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وكنموت كنحماق عليكم وليدات ديالي. سلامه.